استشاري طب الاطفال وحديث الولاده في حلقه جديده النهارده على القناه. وهتكلم هدي بس شويه نصايح عن الطفل. لو ابنك في الحضانه وهيخرج ان شاء الله هتعمل ايه؟ دي نصايح مهمه جدا جدا، يا ريت نركز مع بعض. اول حاجه وهو الاستعداد النفسي، لازم تكون مستعده كويس جدا جدا ان طفلك ان شاء الله هيطلع من الحضانه لاي سبب بقى. لو هو كان داخل اي سبب، عنده صعوبه في التنفس، عنده مشكله في الصفره، او عنده اي سبب من الاسباب، لازم تكون مستعده نفسيا ان انت ان شاء الله ابنك هيشرف معاك ويكون الباب في حضنك ان شاء الله. الحاجه الثانيه ان هو لازم تهيئي البيت. يعني بمعنى ايه؟ ان حضرتك هتقعدي بقى في الاوضه بتاعتك وتظبطي الاوضه بتاعته، لازم تكون الاوضه كويسه جدا. الاوضه تكون ما تكونش حاره قوي وما تكونش بارده قوي، تكون لو في الايام اللي هي بيبقى فيها هواء والكلام ده لازم تقفلي الشبابيك كويس قوي. طبعا برضو الدفايه، برضو ما نستعملش الدفايه لان لها اخطار كتيره جدا بالنسبه للاطفال حديث الولاده. المهم لازم تكون الاوضه بتاعت الطفل اوضه كويسه ومناسبه له. الحاجه الثانيه او الثالثه اللي بعد كده وهو الرضاعه الطبيعيه، لازم تهيئي نفسك على الرضاعه الطبيعيه. الرضاعه الطبيعيه دي طبعا مهمه جدا جدا، لازم تكوني جاهزه ان انت ترضعي طبيعي، ما تعتمديش على الرضاعه الصناعيه في تغذيه طفلك، لازم تعتمدي على الرضاعه الطبيعيه لانها هتفضل دايما هتقوي المناعه بتاعته طول العمر. بعد كده لازم تكوني عندك معلومات عن الاطفال حديث الولاده وازاي تتعاملي معاهم. يمكن احنا في موقع عياده الاطفال كيدز كلينيك دوت نت يعني سايبين تقريبا ملف كبير جدا جدا على الفتره بتاعت نمو الاطفال في السنه الاولى من العمر، ويمكن اتكلمنا عن اول شهر وثاني شهر وثالث شهر. كل شهر بشهر هتتابعي ان شاء الله، هسيب لكم اللينك في الديسكربشن بتاع الفيديو، هتشوفوا كل حاجه خاصه بطفلك. هتتابعي النمو بتاعه، هتتابعي الوزن بتاعه، هتتابعي كل حاجه، كل ما يتعلق بطفلك هتلاقيه في الجزء بتاع الجزئيه بتاعت نمو الاطفال، هسيب لكم في الديسكربشن بتاع الفيديو. الحاجة اللي بعد كده وهي مراعاة النظافة الشخصية. بمعنى ايه بقى؟ لازم يعني اتعامل كويس جدا مع النظافة، راعي النظافة، لازم اغسل كويس ايدي كويس جدا جدا بالمية والصابون قبل ما اتعامل مع الطفل. الطفل ده فراجايل هاش، يعني سهل جدا ان هو يقلق عدوى من اي حاجة. فبالتالي لازم وانت بتتعاملي معاه لازم تغسل كويس جدا ايدك. طبعا تكوني اصلا انت يعني تغتسلي كويس، النظافه بتاعت الثدي، حاجات كتيره جدا لازم تراعيها وانت تستقبلي طفلك اللي هو كان في الحضانه. الحاجه اللي بعد كده وهو ممنوع بعض الحاجات، ممنوع البوس، محدش يقعد يبوس في الطفل، ممنوع الكحل، ما تحطيش كحل للاطفال، ممنوع التدخين، محدش يكون بيدخن في المحيط بتاع الطفل خالص، لان التدخين ده مرتبط جامد بمشكلة متلازمة الموت المفاجئ عند الرضع. لذلك لازم تكون واخدة بالك ان انت ما تكونش حد خالص في البيت بيدخن. الحاجة اللي بعد كده اللي هو لازم تكون عارفة جدول التطعيمات بتاع الطفل. يمكن احنا برضو في الموقع الويب سايت بتاعنا عاملين سيكشن او قسم خاص بالتطعيمات، ان شاء الله برضو هتدخل عليه وتشوفوا تتابع تطعيمات طفلك من الفترة اللي هي بعد الولادة والفترة شهرين واربعة وستة وسنة وسنة ونص. المهم ده جدول تطعيمات الأطفال لازم تكوني عارفاه كويس جدا جدا، وعارفة طفلك هياخد تطعيمات ايه وهتتعاملي معاه ازاي. وطفلك خارج من الحضانة لازم تسألي عن تحليل الغدة الدرقية، هو عمل تحليل الغدة الدرقية في الحضانة ولا لا؟ وبتاخدي جواب ان هو عمل تحليل الغدة الدرقية، وتكوني واخدة بالك وتتابعي الموضوع لأنه ممكن بيستدعوا الطفل لو هو عنده مشكلة في الغدة الدرقية لازم بتعالجيها ان شاء الله. الحاجة اللي بعد كده لازم تتغذي كويس قوي، اللبن او الحليب بتاعك ان هو بيزيد اكتر بالتغذية كويسة، لازم تاكلي كويس جدا عشان اللبن يبدأ يزيد في صدرك وتقدري ان انت ترضع الطفل كويس. طبعا انت لو انت حتى مالكيش نفس تاكلي، حاولي بقدر الامكان ان انت تاكلي عشان اللبن ينزل في صدرك لطفلك. انت مش بتاكلي عشان خاطرك انت، انت بتاكلي عشان خاطر طفلك اللي هو بياخد منك، اللي هو بيرضع منك، اللي هو بيتغذى منك. تحاولي بقدر الامكان تتجنبي الرضاعه الصناعيه على قد ما تقدري، بلاش رضاعه صناعيه الا تحت اشراف الطبيب. لو الدكتور كتب لك لبن صناعي على حسب حاله بتاع الطفل مفيش مشكله، ولكن انا برجح ان الطفل يبقى يرضع رضاعه طبيعيه مطلقه في اول 6 شهور. وانت حضرتك بقى بتخططي تستعملي وسيله منع حمل، المفروض ان انت هتستعملي وسيله ما تقللش اللبن من صدرك، يعني تستشيري بقى الدكتور بتاع النساء والولاده بتاعك
ان هو ما يكونش عندك مشكلة او ما يديلكيش حاجة بتقلل الحليب من صدري. الحاجة اللي بعد كده وهو علاج المغص عند الطفل، لازم طبعا وانت خارجة من الحضانة اكيد بتاخدي تقرير بالحالة بتاع طفلك، وكمان بتاخدي بعض الادوية اللي الدكتور بيكتبها لك اللي الطفل هيمشي عليها بعد كده. لازم تدي علاج للمغص للاطفال، مثلا نقط سيبسكون للمغص، دي من الحاجات الكويسة، او النقط اللي هي البيبريس دي من الحاجات الكويسة في اول شهر بالنسبة للطفل. الحاجة اللي بعد كده وهو لازم تكون حريصة ان انت تدي لطفلك فيتامين د. فيتامين د ده المفروض ان احنا بنديه للاطفال من اول بعد الولادة مباشرة. لازم تكوني حريصة ان انت ما تنسيش تدي دايما لطفلك فيتامين د، لانه مهم جدا للمناعة ولكل حاجة. الحاجة اللي بعد كده هو المتابعة مع الطبيب، وده طبعا مهم جدا. لازم لو طفلك عنده مشكلة، عنده مغص، عنده اي حاجة، لازم تتابعي مع الطبيب بتاعك. خلي بالك جدا من مكان الحفاضة، ممكن يكون فيه التهاب في الحفاضة، في مكان الحفاضة، فانت لازم تكوني حريصة ان طفلك ما يكونش عنده التهاب، وتستعملي كريمات موضعية خاصة بالعناية ببشرة طفلك في مكان الحفاضة. دي كانت بعض النصائح المهمة كده، اتمنى تكون الموضوع مفيد لكل الأمهات لأطفالهم يكونوا في الحضانة وتستفيدوا بيه، وياريت تعملوا شير للحلقة دي لأنها حلقة مهمة جدا. تابعونا دايما على قناة عيادة الأطفال وعلى قناة يوسف أوضة بلس. تحياتي لكم كلكم، كنت معاكم دكتور يوسف أوضة استشاري طب الأطفال وحديث الولادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.